السلام عليكم أطفال صف الروضة الثانية. مع المشروع الثالث في المجال اللغوي الشفهي حديقة الجميلة، في هذا الفيديو أيضا ماذا سنتعلم يا جاد؟ احذر من أنا؟ نحتاج إلى بعض الخضار لنلعب هذه اللعبة. هيا بنا أحبائي الصغار، بمساعدة ماما نستطيع أن نتعرف على بعض هذه الخضار. لنتذكر معا. هل أنت مستعد يا جاد؟ نعم، هيا بنا. حذر فذر. أنا طويل لوني أخضر وورقي صغير، من أنا؟ هيا يا أحبائي الصغار، هيا يا جاد. أحسنت، بقدونس. أنا حمرة ومدورة بالسلطة منورة، من أنا؟ هل تذكرت يا جاد؟ بندورة. أنا رائحتي قوية وطعمي حد، ولكن فوائدي كبيرة، من أنا؟ بصل. أنا لوني برتقالي، الطعام المفضل للأرنب، من أنا؟ جزر. أنا شكلي جميل، لوني أخضر ولدي رائحة عطرة، من أنا؟ أحسنت يا جاد نعناع. والآن جاء دوركم أحبائي الصغار، بمساعدة ماما نستطيع أن نلعب هذه اللعبة. إلى اللقاء.